الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه، ولن يضر الله تعالى شيئًا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فحديثنا اليوم بمشيئة الله تعالى عن عبادة عظيمة تقرب المؤمن من الله سبحانه وتعالى، وتفرغ قلبه عن الاشتغال بغيره، وتجعله منقطعاً عما سوى الله سبحانه وتعالى. وهذه العبادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها في هذا الشهر، شهر رمضان المبارك، ألا وهي عبادة الاعتكاف. عبادة الاعتكاف، الاعتكاف في اللغة من العكوف، وهو الاحتباس ولزوم الشيء، ومنه قول إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي مقيمون وملازمون عليها. وأما في الشرع هذه العبادة، عبادة الاعتكاف، فإنه يراد بها لزوم المسجد واللبث فيه بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والانقطاع إليه. لزوم المسجد واللبث فيه بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى والانقطاع إليه، يعني يتفرغ المعتكف ويجعل نفسه خاليا من كل شيء في بيت من بيوت الله حتى يتفرغ لعبادة ربه سبحانه وتعالى. فمقاصد الاعتكاف وغاياته جمع القلب على الله بكليته، والتفرغ للطاعة والعبادة، والانقطاع عن كل أمور الدنيا ومشاغلها، سواء من مشاغل الأهل أو القرابة أو العمل أو البيع أو الشراء أو كل ما يتعلق بالدنيا، فيتفرغ لطاعة ربه سبحانه وتعالى في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعض أهل العلم يعرف الاعتكاف بأنه قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق، قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق. وهذه العبادة الجليلة، عبادة الاعتكاف، مشروعة وسنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها، وقد ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع. فأما من الكتاب فقوله سبحانه وتعالى في سياق آيات الصوم من سورة البقرة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد. هذا من القرآن العظيم. وأما من السنة فقد تواترت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف، وكذلك الآثار عن السلف الصالح رضي الله عنهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم اعتكف 20 يوما، رواه البخاري. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شهر شوال، لأنه قضى اعتكافه، لم يعتكف في تلك السنة فقضاه في شوال. وثبت أيضا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كنت في الجاهلية، أو كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فاعتكف ليلة. وهذا الحديث في الصحيحين. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية الاعتكاف. هذا الاعتكاف له مقاصد كما ذكرنا، ومن أعظم مقاصده تحري ليلة القدر، إذا كان في شهر رمضان تحري ليلة القدر،
فإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما خص هذه العشر الأواخر بالاعتكاف لأن فيها ليلة هي خير من ألف شهر، ليست خير من ألف يوم ولا لا ليست خير من شهر وشهرين، خير من ألف شهر. وهذه الليالي هي أعظم ليالي السنة، هي كالدر كالتاج على رأس الزمان. لذلك فإن المحبين الصادقين يعدون الليالي عدا انتظارا لهذه العشر الأواخر، فإذا ظفروا بها اجتهدوا في طاعة ربهم سبحانه وتعالى وتفرغوا عن كل ما سواه. وهكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق وخير المجتهدين في طاعة ربه سبحانه وتعالى، فكان يعتكف يتفرغ لذكر الله ولمناجاته، حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان يتخذ خباء، يعني مثل الخيمة الصغيرة في آخر المسجد وعليها سدة، يعني مثل الستارة من حصير، لأجل أن لا يطلع إلى أحد ولا أحد يطلع عليه، يتفرغ لربه سبحانه وتعالى. هذا هو مقصود الاعتكاف وروحه، التفرغ لخدمة الله لطاعة الله وعبادته جل في علاه، بخلاف ما يفعله كثير من الناس. بعض الناس يظن أن الاعتكاف فقط هو اللبث في المسجد، أن أكون في المسجد أو أتفطر وأتسحر في المسجد، فتكثر بينهم يكثر بينهم الكلام والحديث، يظنون أن الاعتكاف سمر وله وفقط أنه يكون وقته في المسجد. هذا خطأ، لأن الاعتكاف روحه ومقصوده التفرغ لخدمة أو لعبادة الله جل في علاه. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه العشر الأواخر كان عليه الصلاة والسلام يخصها بعبادات لا يفعلها في غيرها، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. شد مئزره كناية عن عدم إتيانه النساء عليه الصلاة والسلام، لا يأتي أهله. أحيا ليله يعني يقوم الليل كله في هذه العشر، ولذلك يشرع للمسلمين أن يصلوا التهجد، يجتهدوا غاية الاجتهاد في هذه العشر الأواخر. أحيا ليله، كان عليه الصلاة والسلام في غير رمضان يخلط الليل بنوم وقيام، أحيانا يقوم ثلث الليل، أحيانا يقوم ثلثي الليل، أحيانا يقوم أقل أو أكثر، لكن في رمضان لا، كان صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله ويوقظ أهله. ومن هذه العبادات الجليلة الاعتكاف، وقد مر معنا مشروعيته ومعناه. مما يشترط للاعتكاف أيها الإخوة والأخوات أن يكون في المسجد، وهذا بإجماع أهل العلم، فلا يكون الاعتكاف هذه العبادة توقيفية، يعني تؤخذ من الكتاب والسنة من النبي عليه الصلاة والسلام، ليس فيها اجتهاد وقياس. والنبي عليه الصلاة والسلام ما اعتكف إلا في المسجد، والله جل وعلا يقول: وأنتم عاكفون في المساجد، فخصص الاعتكاف في المساجد. أيضا من مما يتأكد في الاعتكاف أن يكون في مسجد تقام فيه الجمعة، لا يشترط، لكن الأفضل أن يكون في مسجد تقام فيه الجمعة، حتى لا يضطر المعتكف أن يخرج لصلاة الجمعة، لأنها واجبة عليه، إذا نودي إلى صلاة الجمعة فإنه يذهب إليها، فإذا اعتكف في مسجد جمعة خلاص الحمد لله يعتكف في هذا المسجد ويصلي فيه الجمعة. وأيضا يتأكد الصوم في الاعتكاف، وهو الأفضل أن يعتكف المسلم وهو صائم، لقول عائشة رضي الله عنها: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة وألا يأتي النساء ولا يباشرهن ولا يخرج إلا لحاجة لا بد منها، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، رواه أبو داود. فهذا بعض أهل العلم اشترط، قال يجب أو يشترط الاعتكاف أن يكون بصوم، لكن الأمر لعلها على الندب والاستحباب، وأن الأمر فيه واسع، والأفضل أن يكون صائما. أفضل أوقات الاعتكاف كما مر أن يكون في شهر رمضان، وأكده وأخصه أن يكون في العشر الأواخر منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. فالأفضل أن يكون في هذه العشر، فالمحب الصادق لربه سبحانه وتعالى المقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام يحرص على هذه السنة، يحرص على هذا العمل الجليل الذي
يقربه من ربه ويفرغ قلبه إلا منه سبحانه وتعالى. مما يبطل الاعتكاف أيها الأحبة إتيان النساء ومباشرتهن، لقوله سبحانه وتعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فمن أتى أهله فإن اعتكافه قد فسد وبطل ويستأنفه بعد ذلك. كذلك مما يبطل الاعتكاف الخروج من المسجد لغير حاجة، الخروج من المسجد لغير حاجة. أما الخروج لما لا بد منه فإن هذا لا بأس به، وضابط ما لا بد منه أن يكون يأمر به الشرع مأمورا به، كأن يكون مثلا يريد أن يصلي الجمعة وهذا المسجد الذي اعتكف فيه ليس فيه صلاة جمعة فيخرج، يريد أن يتوضأ وهذا المسجد الذي اعتكف فيه ليس فيه ميضاء فيخرج ويتوضأ. أو لا بد منه طبعا، أو لا بد منه طبعا، كأن يكون يريد قضاء الحاجة والمسجد ليس فيه دورات مياه فإنه يخرج لقضاء الحاجة، أو للأكل والشرب ما عنده أحد يأتي له بطعام وشراب فإنه يخرج. وأما ما عدا هذه الضرورة كأن يخرج حتى ولو كان لأمر مندوب، كأن يخرج لشهود جنازة أو عيادة مريض أو حضور درس أو محاضرة، فهذا يفسد الاعتكاف يبطله ثم يستأنفه مرة أخرى. أو يخرج لأمر مباح، يقول: والله هذه الأيالي الناس تقبل تشتري أغراض للعيد، فأريد أن وأنا عندي دكان ما أستطيع أن أتركه. فنقول: إذا خرج لهذا الأمر فإن اعتكافه يكون قد فسد ويستأنفه مرة أخرى. كذلك يباح أن يزوره الناس من أهله أو قرابته، يزوره يتحدث معهم ساعة أو أقل من ذلك، كما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام زارته أم المؤمنين صفية رضي الله عنها فتحدث معها ساعة ثم انقلبت، هذا لا بأس به، لكن لا يخرج الاعتكاف عن مقصوده الذي ذكرناه من التفرغ لطاعة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا من المجتهدين المسارعين المسابقين إلى مرضاته وجناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اغفر لنا وارحمنا، اللهم وفقنا ووفق ولاة أمرنا والمسلمين لكل خير، وارحمنا برحمتك إنك أنت أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.